قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أحباب الكرام، هيا بنا نفتح كتاب الله تبارك وتعالى ثم نشرع في تلاوة ما تيسر من سورة القيامة من بداية السورة إلى قول الله عز وجل: ثم إن علينا بيانه. وكما تعودنا سنقرأ بروايتي حفص عن عاصم وورش عن نافع، والآن مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. يقول الله تبارك وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة. والله عز وجل له الخيار المطلق في أن يقسم بأي شيء من مخلوقاته،
وليس هذا إلا لله تبارك وتعالى. لا أقسم بيوم القيامة. والله عز وجل إذا أقسم على شيء دل ذلك على عظم هذا الشيء، ويوم القيامة يوم عظيم. لا أقسم، وهنا المد المنفصل. قرأ حفص بالتوسط 4 أو 5 حركات، وقرأ ورش بالإشباع 6 حركات. لا أقسم، وهنا بيان كسر السين، لأن السين وقعت بين الهمزة المضمومة والقاف المقلقلة ثم ضم الميم، فلا بد من الاعتناء بالكسر. لا أقسم بيوم القيامة. وهنا خطأ شائع يقع فيه عامة الناس بإقلاب التاء التأنيث إلى ألف، يقولون لا أقسم بيوم القيامة القيامة، وهذا خطأ فادح في القراءة. وهنا تاء التأنيث يوقف عليها بالهاء لأنها تاء مربوطة، ففي حال الوصل تقرأ تاء وحال الوقف تقلب هاء، فيكون النطق هكذا لا أقسم بيوم القيامة، والهاء ضعيفة ولا داعي للمبالغة فيها. ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيضا نفس الكلام في الآية السابقة هو نفس الأحكام. بالنفس هنا حرف أغن مشدد لوقوع، طبعا هنا كما قال الإمام الجمزوري وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا. أيحسب الإنسان، وهنا السين فيها الفتح والكسر وهما لغتان. قرأ حفص ومن وافقه من القراء بفتح السين، وقرأ ورش ومن وافقه من القراء بكسر السين. أيحسب أو أيحسب، وقوله تعالى أيحسب الإنسان، قرأ ورش بالنقل وحفص يقرأ بالتحقيق اللام بدون نقل. ألن نجمع، وهنا أن محذوفة في حالة في الرسم العثماني، فالوقف على قوله تعالى ألن، يعني هنا في أن ولن، فالنون محذوفة في الرسم ومضغامة في اللام بعدها. ألن نجمع، وهنا إضغام متماثلين صغير كامل بغنة. ألن نجمع عظاما، وهنا لابد من بيان فتح العين الأولى وكسر العين الثانية، نعم، لتوالي الحركات. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. كل هذه الآيات وخواتمها الأتاء التأنيث تقلب هاء عند الوقف. فإذا برق البصر على قراءة حفص، وبرق بفتح على رواية ورش. وخسف القمر، وهنا أيضا الراءات المخففة يقف عليها بالسكون فقط مع التفخيم إذا كان قبلها فتح أو ضم. البصر بالتفخيم. وخسف القمر نفس الكلام، وجمع الشمس والقمر أيضا بالتفخيم عند الراء. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، وهنا الراء مشددة لا بد من تضعيفها حال الوقف. نعم، يقول أين المفر، ولا يقول الإنسان أين المفر، هي لا تتساوى مع الراء المخففة، بل هنا مضاعفة لا بد من بيان التشديد فيها. كلا لا وزر، أيضا الراء كلها مفخمة. نعم، إلى ربك يومئذ المستقر، أيضا الوقف على الراء بالسكون مع التشديد. المستقر حذف التنوين والتضعيف في الراء هكذا. نعم، يومئذ أين المفر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، وهنا الراء مخففة الوقف عليها بالتخفيف. بل الإنسان على نفسه بصيرة، أيضا الهاء توقف عليها بالهاء، وهنا التأنيث تقلب هاء عند الوقف. ولو ألقى معاذيره، طبعا ورش يقرأ بالنقل ولو ألقى معاذيره وترقيق الراء أيضا. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. وهنا طبعا في ملخص هذه الآيات الله عز وجل يتكلم على القيامة وأحوالها وأهوالها وشدة عظم هذا اليوم. وهذا اليوم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته ومنيه، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا.
أيضا يقول الله تبارك وتعالى يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم بتثبيت القرآن في قلبه، يقول لا تحرك به لسانك لتعجل به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسبق جبريل في القراءة خشية أن يتفلت منه شيء من القرآن، فطمأنه الله عز وجل قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني لا تسبق قراءة جبريل. نعم، قال إن علينا جمعه وقرآنه، نجمعه في صدرك ونعلمك تلاوته، فإذا قرأناه يعني إذا فرغ الوحي من القراءة فاتبع قرآنه، يعني اقرأ بعد قراءة جبريل. ثم إن علينا بيانه، يعني نثبت هذا القرآن في قلبك ونعلمك تلاوته، وكذلك بيان المعاني التي غمضت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوضحها له جبريل عليه الصلاة والسلام. بإذن الله تعالى نبدأ في المشاركات، ومعنا أول مشاركة هذه الليلة المباركة، الأخ حمزة من المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. حسبك. كلا لا وزر. حسبك. بارك الله فيك يا أخي حمزة على هذه التلاوة والأداء. نأخذ مشاركة معنا الأخ حمد شوقي من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. حسبك. بارك الله فيك أخ حمد، أداءك طيب، لكن انتبه إلى ترقيق الميم في القمر. ومعنا اتصال عبد الله من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. يا عبد الله. نعم. ولا أقسم، بين القلقلة في القاف، ولا أقسم. ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل
يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. يا عبد الله، إذ نعم لا تحرك بين ترقيق الراء، لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. أحسنت يا عبد الله، لكن انتبه إلى الهاء، الهاء ضعيفة، لا تضغط عليها في الشدة. قرآنه، ها؟ الهاء ضعيفة، بارك الله فيك. معنا مشاركة حسن بشارة من تشاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة. حسبك، ولو بارك الله فيك أخ حسن على الأداء والمشاركة، لكن انتبه إلى قوله تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، الخاء مفخمة. معنا مشاركة أبو خالد من العراق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. حسبك، ينبأ الإنسان. بارك الله فيك أبو خالد على المشاركة والأداء. ومعنا مشاركة مجدي فضل محمد من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه.
بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. بارك الله فيك أخي مجدي على المشاركة، ومعنا مشاركة إلياس خالد من العراق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نسمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول. حسبك يا إلياس، ما شاء الله تبارك الله، صلى الله يبارك فيك وفي والديك. هكذا يربى النشأ على تلاوة القرآن وأدب القرآن ومائدة القرآن، صلى الله أن يربي أولادنا بإذن الله تعالى على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. معنا مشاركة الأخ محسن من العراق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. حسبك. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم بارك الله فيك أخ محسن على الأداء والمشاركة. معنا مشاركة الأخ محمد الصانع من السعودية. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. بارك الله فيك أخ محمد على المشاركة والأداء، نفع الله بك. ومعنا مشاركة عبد اللطيف من المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. بارك الله فيك أخ عبد اللطيف على المشاركة والأداء. ومعنا مشاركة أيمن عيد من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. بارك الله فيك أخ أيمن، ما شاء الله أداءك طيب وتلاوتك مجودة محبرة، نسأل الله أن ينفع بك. بهذا أحباب الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن
فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشى عن عين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، معنا مشاركة سهيل من المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى، قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق
البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر حسبك ينبأ بارك الله فيك أخي سهيل على مشاركة الأداء ومعنا اتصال قاري سيف الرحمن من الإمارات تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا أخي كارم ما شاء الله أداءك طيب وتلاوتك جيدة لكن انتبه إلى بعض الغنات تزيد منك بل الإنسان الغنة مقدار حركتين بارك الله فيك معنا مشاركة نسيم من المغرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ولن نجمع عظامه بلى قادرين على سوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة حسبك بارك الله فيك نسيم على المشاركة والأداء انتبه لقوله تعالى لا أقسم بين القلقلة في القاف ومعنا مشاركة عبد الرحمن يوسف من مصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه
بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر حسبك كلا لا وزر. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. كلا لا وزر، المد هنا حركتين. بارك الله فيك على المشاركة. ومعنا يوسف الكوازي من المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر حسبك. إلى ربك. بارك الله فيك أخو يوسف على المشاركة والأداء. معنا مشاركة الأخ حمزة من مصر. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر حسبك. إلى ربك. بارك الله فيك حمزة على المشاركة والأداء. ومعنا مشاركة عبد الرحمن الخلدي من السعودية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يعيد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر حسبك ينبأ الإنسان. هذا عبد الرحمن الخلدي كان يقرأ برواية قالون عن نافع. بارك الله فيك عبد الرحمن. معنا حسن. معنا حسين من الجزائر. اتصال تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه
بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيام يوم القيامة. يا أخي حسين يسأل أيانا، ما في واو، لا مضمومة، يسأل أيانا. اسمعنا من الهاتف يا أخي، اسمعنا من الهاتف. يوم القيامة إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. حسبك بارك الله فيك. معنا اتصال، معنا مشاركة محمود من مصر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. حسبك بارك الله فيك أخ محمود، أداءك طيب. ومعنا اتصال الأخ بدر من المغرب، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. يومئذ أين، بالنقل يا بدر، يومئذ أين، تقرأ الورش ولا لا؟ يومئذ أين المفر. حسبك بارك الله فيك، شكرا على اتصالك والمشاركة. معنا مشاركة رحمة من الجزائر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. بارك الله فيك يا رحمة، ما شاء الله أداءك طيب،
ممتازة جدا، نفع الله بك وفي والديك. ومعنا يوسف من الجزائر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. بارك الله فيك يا يوسف، ما شاء الله أداءك طيب. ولكن تبي لا ولا والقى معاذيره، فيها فتح وتقليل. بارك الله فيك. ومعنا مشاركة عبد الله منير من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به. بارك الله فيك أخ عبد الله. كان بدنا نسمع كل التلاوات لكن الوقت داهمنا ولم يسعفنا الوقت في أن نأخذ كل المشاركات. نعتذر للإخوة الذين أرسلوا التلاوات ولم يسعفنا الوقت في إذاعة تلاوتهم، ونشكر كل الإخوة المشاركين والمتصلين. بارك الله فيكم. إن شاء الله تعالى في تلاوة الأسبوع القادم ستكون من الآية رقم 21 أو رقم 20 من قوله تعالى: كلا بل تحبون العاجلة إلى نهاية السورة الكريمة. ونشكر فريق العمل وكل أسرة القناة. نلقاكم على خير في لقاء متجدد بإذن الله تعالى. حتى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا. نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن. يا حامل آي النور فتاه.